جوهرة اف ام. نحكيه على حملة الحملة لمحاكمة الفاسدين والفساد، وخاصة التصوير اللي ولت موجودة اليوم، كل رجال الأعمال متهمين بالفساد. هم في الحقيقة مش كل رجال الأعمال متهمين، فما رجال اللي هما ما همش رجال أعمال. وعلاش مش رجال أعمال؟ خاطر ماذا بينا احنا الرجال هيكوما يوريونا شنو هما المؤسسات اللي متاعهم، شنو هما لي زابو كي باي اليتا، باش يبداو هما رجال أعمال، شكون قداش من خدام قاعدين يخدموا، شنو هما لي شيفر دافير كي سون طران دو فير. هذوما ما همش رجال الأعمال، هما فساد هذوما اللي استغلوا الظرف اللي ما قبل الثورة وقت بن علي، واستغلوا ما بعد الثورة، واستغلوا المشاكل لو ديزيكيليبر اللي صار في الدولة باش يحاولوا ياخذوا كل باش يحاولوا يحطوا ويعني كما نحكي جوست ستوب في الاكزرسيس باش نبدلو واحد اخر. اوكي باقا انا فوندو فوالا يطلع يعطو سون توشي لو سول من غير ما يمسكها. الرجال لابيل هذوما قلنا من انا اللي يهمني في هذا الكل هو شنو معناتها موقفك انت، وكيفاش نجم تفسر للراي العام انه مش الناس الكل فاسدين؟ على خاطر مالوريزمون اليوم ولات التصويره كل واحد لابس عليه كيما زهره ادريس راهم فاسدين، اذا كان عملوا فلوس راهم فاسدين، راهم فاسدوا، راهم جابوا الفلوس بالفساد. اسمع، كيفاش تجم انت تشوف اللي رجل اعمال فاسد ولا لا؟ وقت اللي يعمل مؤسسه لازم تقول له منين جاي المال بتاعك، ولازم المال بتاعه هذايا ينجم يجي من فلوس خاصه ليه، وسورتو يجي من فلوس من البنكه، من قروض خذاها من البنكه، ويجم يوريك القروض اللي هو خذاهم، وليزيشيونس اللي هو قاعد يخلص فيهم، والديكلاراسيون نتاعو اللي عملها على التيفيا. نجم نزيدك ديكلاراسيون اللي عملها بور بايي لا تي في ا بور بايي لي زامبو، هذا كل كي معناتها انت سيادتك مستعده للمحاسبه. اني مستعده للمحاسبه لاي فرنك فيما يخص اس ان اس اس، فيما يخص تي في ا، فيما يخص لي ريزولتا كو جو في دون ميز انتربريز، مستعده للمحاسبه واضح. هاي الاكزرسيس الاخر، الاكزرسيس الاخر اون الترنونس باش نقدم الكود فيغ جنو اوبوزي. اوكي فوالا تري بيان. هاي هذا من غير حديث دونك نشجعوها لهنا في ساعه، في ساعات نجم زاد الحديث. لا يعطيها الصحه. الحقيقه فما تصويره اخرى اليوم تبدلت عند نتصور جزء من الراي العام على اساس انه في بالك سيدة زهرة ادريس انت يقولوا عليك مش متواضعة، يقولوا عليك ربما شايفة روحك. شوف اني ما نجمش نقول اني متواضعة ولا ماذا بيا العباد اللي يبداو معايا كيما انتوما اليوم في البيت نجم نقولوا لي ديجا اني متواضعة ولا ما نحكيش عليك انت زهير اللي بالكش تعرفني تريف، اما نحكي على الاشخاص الاخرين اللي في الاستوديو يفو لوغ بوزي لا كيستيون بوزي لوغ. دونك نفس السؤال جوهرة اف ام.